السلام عليكم. انضمام سفينة جديدة إلى قوة البحرية للحرس الثوري. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن الأدميرال علي رضا تينكسيري قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن 3 سفن جديدة ستنضم إلى القوة البحرية للحرس خلال العام الإيراني الحالي. ونقلت وكالة تسنيم مساء يوم السبت عن الأدميرال تينكسيري أن هذه السفن الثلاث هي سفينتي الشهيد سليماني والشهيد ناظري وسفينة ثالثة مزودة بصواريخ دفاعية. وأكدت الوكالة أن تصريحات الأدميرال علي رضا تينكسيري جاءت خلال كلمة له يوم السبت، والتي شدد خلالها على ضرورة إدراك الشباب أهمية منطقة الخليج، كون بلاده تتمتع بأهمية جغرافية كبيرة، حيث تتميز إيران بأكبر خط ساحلي في جنوب بلادها في الخليج وبحر عمان. وأوضح الأدميرال علي رضا تينكسيري قائد القوة البحرية للحرس الثوري أن سفينة الشهيد قاسم سليماني قائد الحرس الثوري السابق بطول 65 مترا، وهي قيد تصنيع من قبل وزارة الدفاع والحرس الثوري معها، في حين يبلغ طول سفينة الشهيد ناظري 55 مترا. وأما عن السفينة الثالثة فقد أوضح قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن شركة معرفية ستقوم بصناعتها، وهي مزودة بصواريخ سطح جو، مشيرا إلى أن مداياتها تبلغ 300 كيلومتر، وتتميز بأنه يمكنها حمل المروحيات على متنها في وقت تبلغ سرعتها 35 عقدة. ويذكر أن الجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري السابق قد اغتيل برفقة أبو مهدي المهندس قائد الحشد الشعبي العراقي في غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد الدولي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.